تقول سمعت بأن للمرأة حجة واحدة وعمرة واحدة، فهل هذا صحيح؟ وإذا رغبت في تكرار العمرة فهل لها ذلك مأجورين؟ نعم، المرأة كالرجل في الحج والعمرة، ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة، لكن لا ينبغي للمرأة أن ترهق زوجها أو وليها في تكرار العمرة والحج، لأن هناك أبوابا كثيرة للخير قد تكون أفضل من العمرة والحج، فإطعام الجائع وكسوة العاري وإزالة المؤذي عن المسلمين أفضل من الحج والعمرة، وأعني بذلك الحج والعمرة إذا كانا تطوعا، أما الفريضة فلا بد منها. نعم، جزاكم الله خيرا.